رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، من جد تحياتنا الصباحية لكم. حان الموعد هلأ لنلتقي بعلي صالح اختصاصي تغذية. بدنا نحكي نحن وعلي شوي عن الأوزان، عن الرياضة، عن شو الشيء المنيح لجسمنا، شو الشيء اللي لازم نبعده عن جسمنا، حمام الثلج شو سامعين عنه. كل هالمواضيع رح نطرحها تباعا. علي أهلا وسهلا فيك. ثانك يو كثير. أهلا وسهلا فيك. كيف عجرة السير وكيف الشتاء؟ كثير هلأ في عجرة وبلشت شتاء وكبس كبس كبس. يعني هلا هو بدون عجقه نحن مش مش مخلصين. مش مخلصين. ايه؟ اليوم بدنا نحكي، هل تمارين رفع الاوزان بعمر صغير علي ممكن ياثر على صحه الشخص، على طريقه تنقله بعدين، على صحته الجسديه بشكل عام؟ بيزكلي في مفهوم كثير خاطئ عند معظم الاهل، خاصه معظم الاطباء، ونروح شوي للاطفال للاولاد الصغار يلي بحذروا الاهل انه نحن مش لازم اولادنا يعملوا تمارين اوزان لانه بياثروا على السباين عندهم وعلى النمو عندهم. سو معظم الدراسات وخاصه في دراسه من جامعه هارفارد بتاكد انه تمارين الاوزان بعمر صغير بتساعد على اكتمال النمو بطريقه مضمونه 100%. يعني بدل ما تاثر سلبا على السباين، طلعت القصه انه ما بتاثر سلبا على السباين، بتاثر ايجابا، بلس انه بتاثر على المسلز عند الطفل، خاصه اذا عنده ويكنس بالمسلز عنده. وبلس بتعزز الجروث هرمون اللي كنا بنعرف انه هيدا اهم هرمون للنمو، وخاصه للطفل خلال هيدي الفتره من العمر. سو بيزكلي الاهل اللي بيفتكروا انه تمارين الاوزان رح تاثر على اولادهم سلبا فبيمنعون لحد عمر 18 ليخلوهم يفوتوا على النادي. هلا اكيد في اوزان محدده لازم يلتزم فيها الولد اللي تحت 18 سنه تجنبا للاصابه، لانه الاصابه بهالعمر بتكون كثير صعبه وكثير خطيره. اي اوزان بالتحديد لازم يتجنبها عليه؟ الاوزان العاليه، يعني مثلا عم نحكي نحن شخص عمره 15 16 سنه، ما فينا نيجي نقول له مثلا طلع فوق ال 100 كيلو سكواتس او 100 كيلو ديد ليفت او 120 كيلو بهالاوزان كثير كبيره. في اشخاص بيكون معهم بيرسونال ترينر سيرتيفايد، هيدا بيساعدهم انه يطلعوا بالاوزان تدريجيا ليوصل لاوزان محدده ضمن السيف زون عم نحكي نحن. ولكن اذا بده يطلع الشخص فوق هالاوزان الكبيره، اول شيء بده يكون معه بيرسونال ترينر، ثاني شيء بده يكون كواليفايد انه عم يظبط الدايت تبعه، في مراقبه من اهله من البيرسونال ترينر تبعه، كل شيء عم بيكون مراقب لحتى يوصل لهدف اللي هو بده اياه. يعني اذا عم نحكي 15 16 سنه عم بيشيل هيدي الاوزان، هو كلهم لازم يكونوا متابعين من البيرسونال ترينر ومن اهله بالبيت بنفس الوقت. سو في ريسبونسبيلتي على الاثنين، ولكن نحن بنفضل انه يضل ضمن السيف زون خاصه بهذا العمر. بدنا نحكي كمان سوا عن حمام الثلج، بدك تقلي شو رايك فيه، لانه في كثير اشخاص بيقولوا لك حمام الثلج بجنن، بنحس حالنا منتعشين، بنحس حالنا مثل كانه الدوره الدمويه رجعت اشتغلت من اول وجديد، وفي كثير بيقولوا لك انا ما فيي اتحمم حمام ثلج لانه بيوقف قلبي. صحيح، هلا الحمام الثلج بيوطي من الهارت ريت. ولكن مش انه بيوطي من الهارت ريت لدرجه انه الشخص بيموت. هلا هو له ادفانتجز كثيره وله ديس ادفانتجز. الايجابيات تبع حمام الثلج انه بيساعد على الريلاكسيشن، وخاصه الاشخاص اللي بيعملوا هاي انتنسيتي ورك اوتس، اللي بيركضوا ماراثونات مسافات كثير كبيره، اللي بيحملوا اوزان كثير ثقيله، بيساعد على الريكفري للمسلز، بيساعد على تحسين الدوره الدمويه بالجسم، كل هالقصص بيساعد فيها حمام الثلج. ولكن ما فينا نروح كثير اكستريم بحمام الثلج. يعني مثلا عم نقول نحن شخص كل يوم بيعمل حمام ثلج وما في مونيتور للهارت ريت تبعه والبلد بريشر تبعه ومش عارف قد ايه بدها تكون تمبريتشر تبع حمام الثلج، هيدي بتاثر سلبا على نفسه، بتاثر سلبا على حياته، ممكن ينخفض باي لحظه الهارت ريت عنده ويوقف قلبه، ما يكون في حدا يعمل له سي ار او يرجع يمشي له قلبه. ف في طريقه دائما في شيء كثير منيح وفي شيء كثير قبيح بالقصص اللي نحن بدنا نتبعها. بس يعني ولكن معين، يعني بس اذا الواحد كان متقدم نسبيا من العمر بيقولوا له شو بدك. صحيح، هلا في اغلب الاثليتس بيعملوها نهار او نهارين بالاسبوع، وبيكون في اكيد حدا مراقب معهم وبيعرفوا قد ايه درجه الحراره تبع المي وقد ايه بده يضل بالمي وكيف يقدر يتحمل. هي كمان في تريك سايكولوجيكال تلعب دور لحتى يضل الشخص مضايم بحمام الثلج. سو في لها ادفانتجز في لها ديس ادفانتجز، ما فينا نروح كثير اكستريم فيها، وما فينا بنفس الوقت اذا حابين نجربها ما نجربها. 1 تو 2 دايز از انف، وخاصه الاشخاص اللي بيعملوا هاي انتنسيتي ورك اوتس واللي بيشيلوا اوزان كثير عاليه، هذا شيء كثير بيساعدهم. بس
كمان ما فينا نروح اكسترين فيها، كل شيء بدنا نضل وسط، خير الامور 100%. علي كمان بدي اسالك سؤال كثير مهم حملوني اياه اصدقائنا المشاهدين، هي قصه انه الواحد بيتعب بيتعب بيتعذب ليوصل لوزن معين، وبس يوصل لهذا الوزن بيفرح كثير بحاله، ولكن المشكله انه ببطل في حافظ على هذا الوزن، ببطل في ثبت وزن ثبته. افترض بس انا صرت 50 كيلو، ببطل في ثبت ال 50، بده يطلع 51 52 بيرجع بينزل برجع. شو المشكله يلي عم بتصير الواحد ما عم فيه يثبت وزنه؟ اوكي، خلينا نتفق على شغله، انه اذا مثلا نحن وصلنا، مثلا انا الجول تبعي اوصل لل 50 كيلو، وصلت لل 50 كيلو بدي اعرف شغله انه جسمي ما حفي يثبت على ال 50 كيلو، يمكن ينزل لل 49 48 ويرجع يطلع لل 50 51 52، بده يلعب يعني 2 كيلو بالزايد 2 كيلو بالناقص، بده يضل يعمل هيك. ليش؟ شو السبب؟ يمكن مثلا قبل بنهار نحن اخذين صوديوم زياده بيحبس الجسم مي زياده، يمكن مش فايتين على التويلت، يمكن اكلين وجبه بدسمه قبل ما ننام، كله هيدا بضل يتقلب بالجسم، مش معناته انه نحن طالعين فاتس. ولكن الطريقه العلميه لحتى نثبت وزننا هي اذا انا شخص بحرق خلال نهاري 2000 سعره حراريه، اوكي انا خلص صرت 50 كيلو بدي ثبت وزني، يضل وزني يعني بين 50 ل 48 50 ل 52 بيلعب بهاي المسافه، كيلين بتروح كيلين بنزول. فشو بنعمل نحن؟ اذا انت احتياجك 2000 كالوري ما بتاكل اقل ما بتاكل اكثر، بتاكل 2000 2000 على القد ثبت وزنك حافظت. بس كل يوم كل يوم كل يوم بده ياكل 2000، ما في كل يوم ايه ما هلا في نهار الاحد مثلا او السبت نحن مثل ما بنقول في يعمل تشيت ميل، هيدي الدرجه يعني لا يوم ولا يومين لا نحن بنخدم سبت احد، انه يلا سبت احد هلا بحق لنا، ما هي المشكله انه ما بحق لنا لا يوم ولا يومين، بحق لنا وجبه واحده بس. بس ما هو شو بيصير؟ العالم تعمل دايت كل بلان بيفتحوا سبت احد طار الويك، طيروا الويك كله. المفهوم غلط لتشيت ميل، هي تشيت ميل وجبه واحده مش تشيت داي، تشيت داي خلص طيرنا كل شيء، طيرنا كل شيء. بتعمل لي عندهم ديسكو للاسف بحبوا يحملوا اوزان، ويمكن اوقات مش مجبورين بس بيقولوا لك انا بدي اجرب اني احمل وزن وما الى هنالك، اللي عنده ديسك فيه يمارس هيدي الشغله وقد ايه بتضره؟ مش هقول لك قد ايه بتفيده لان ممكن ما تفيده ابدا، قد ايه بتضره؟ قد ايه يمكن تسبب له امور كثيره هو بغنى عنها؟ هلا الاشخاص اللي عندهم ديسك كثير الحكماء، وللاسف انا هم بتعارض مع الحكماء وعلميا هذا الشيء بيتعارض معهم كمان. نعم. اللي عنده ديسك في يعمل ويت ليفتنج، في يشيل اوزان. ولكن عم نحكي نحن وين الديسك عم بيكون، ان كان بالرقبه باللور باك، كله له تكنيك محدد في يشيل فيه اوزان. وقد ايه السيفيريتي تبع الديسك تبعه؟ هل هو ديسك كامل؟ هل هو بلش يبين؟ كل هيدي بتلعب ادوار بالموضوع. كل حدا حاله 100%، ولكن كل حدا عنده ديسك في يعمل ورك اوتس، في شيل ويتس، كل حدا عنده ديسك بالرقبه، انا عندي ديسك بالرقبه وباللور باك، وياني يعني بتمرن وبشيل ويتس وبشيل هيفي ويتس. بس قد ايه هن الويت يلي بتقيمهم هون؟ في يشيل، هي كيف بتصير؟ في يبلش بويت خفيف ويكون معه بيرسونال ترينر يعلمه التكنيك، اكيد بيرسونال ترينر بهي المرحله لازم يكون سيرتيفايد بانه يتعامل مع الديسك انجريز عنده بالسباين للشخص، يعني لازم يعرف كيف يتعامل مع هذا الشخص بكل كيس بكيس لحاله، يعني ما في يكون بيرسونال ترينر ومش سيرتيفايد بهالموضوع لحتى يقدر يتعامل مع هالشخص. فاذا ديسك الرقبه في اوزان محدده ببلش، وفي حركات محدده ما بتاثر على ديسك الرقبه، وفي حركات محدده بتاثر ولكن بنسبه جزئيه البيرسونال ترينر بيساعده انه يتخطى هذا الموضوع. ولكن انه نيجي نقول لشخص انه اذا انت عندك ديسك يعني خلص انت خلصت حياتك، ما فيك تعمل ورك اوتس، ما فيك تشيل ويت، هذا شيء كثير غلط. بتعرف نحن اللي بنسمعه انه اذا عندك ديسك فيك تمشي بس، واذا بدك تطلع على تريدميل ما لازم تسرع كثير لتريدميل لانه اكيد بدك. هذا المفهوم كثير غلط، وللاسف مش كل الاطباء، خلينا نقول 30 40% من الاطباء بعضهم بيشجعوا الاشخاص اللي عندهم ديسك انه ما يعملوا ورك اوتس. هلا انا يعني بتفهم الموضوع، ليش؟ لانه بخافوا على حياتهم بالنهايه، يعني الطبيب بخاف على حياه المريض بيقول له ما تعمل هيك. ولكن علميا في يتمرن المريض بشكل كثير طبيعي، وفي شيل ويتس وفي شيل حتى هيفي ويتس، وفي كثير في كثير اشخاص لاعبين عالميين عندهم ديسكس وبيشيلوا هيفي ويتس وبياخذوا اولمبياد
سو توتالي نورمال انه نحن نمشي بهذا التراك، بس انه يكون في بيرسونال ترينر عم بيراقب الموضوع كل 3 اب تو 6 مانثز، نعمل صوره للسباين تبعنا ام ار اي، نشوف اذا في عندنا شيء مشكله زياده بالموضوع او بعدنا ستادي او عم بيتحسن هذا الشيء. وبلس على هذا الموضوع انه المسلز اللي حوالين السباين اوكي، نحن اذا كانوا ويك المسلز السباين بده يضل الديسك عم بيأذينا. صح. ولكن الويت ورك اوت، وهيدي معلومه كثير مهمه لازم تعرفها العالم، انه بس نمرن مسلز الباك حد السباين، هيدا السباين هول مسلز، مرنا هول مسلز نحن قويناهم كبروا هول مسلز، عم بيساعدوا السباين يرجع يعمل ريستراكشر لحاله ويرجع يخدمنا انه نضل نحن بصحه سليمه ونقدر انه نتحرك بشكل طبيعي ونصير نشيل ويتس اكثر. اه كمان. سو هول مسلز اذا كانوا ويك ما بيخدمونا، يعني الديسك حيتأزم اكثر، ولكن اذا كانوا قوايا ورجع عامل ريستراكشر السباين تبعنا اوكي وبطل ياثر الديسك علينا توتالي فاين، فينا نشيل هيفي ويتس وانا بضمن لك 100% انه ما بتاثر ولا 1% عليهم سلبا. خي شو حلو. بدنا ننتقل نحن وياك، دائما نحن بنقول السم الابيض هو السكر والسم الثاني الابيض هو الملح. ملح. يعني هولي سمين قد ما فينا نخففهم على الجسم. صحيح. قد ما احسن واحسن. هلا انا بدي اروح على دايت، لما الواحد بيكون ماشي بريجيم اليمونتير معين واكيد بيقطع السكر، لان نحن بنعرف السكر قد ايه بينصح وعنده كثير خفايا وخبايا، بس في منهم انه ايه سبا بنحط بالصحن ملعقتين ملح ماشي الحال، انه كانه الملح او بالطبخه خمس ست ملاعق سبا، ما هو الملح ما بيعمل شيء. صحيح. في الواحد يكون عم بيمشي بريجيم جيم علي وبعده بياكل ملح مثل ما كان قبل ما يخففه ابدا؟ لا غلط، غلط انه ناكل ملح بشكل كثير اكستريم مثل ما قلتي حضرتك ست سبع معالق بطبخه، وغلط انه نوقفه كليا. يعني في اثنين في غلطين عم نوقفهم. ليه غلط انه نوقفه كليا؟ لانه الجسم بحاجه لصوديوم، يعني الجسم في كثير قصص بتدخل بالجسم بحاجه لصوديوم، على هيدا الصوديوم في له نسبة معينة نحن لازم ناخدها خلال النهار. خلينا نبسطها شوي للمشاهدين، انه رشة ملح نص معلقة صغيرة من الملح للطبخة عم بقول مش للصحن. احنا بيفهموني غلط. 100% اوكي توتالي فاين، ولكن ست سبع معالق للملح وفوق هيدا نرجع نحط بالصحن ملح، بظن انه معظم مرضى الضغط بيفهموا الموضوع كمان عم بحكي عنه. اكيد 100%. لانه اغلبهم بيعاني من موضوع الملح. الصوديوم له نسبة محددة لازم نكون عم نفوتها على جسمنا، هيدي النسبة بناخذها. طيب ما بناخده الا من الملح الابيض؟ يعني نحن باكلنا اللي بناكله كل يوم، ما يمكن باكلنا فيه كمان في، ولكن ولكن 100% ولكن نسبة ما فينا نقول انه بتوصل للاحتياج اللي نحن بدنا اياه، وخاصة انه نحن تعودنا وخاصة نحن الشعب العربي تعودنا انه الاكل يكون في ملح لياخذ التيست تبعه، ما تعودنا انه ناكل التيست تبع الاكل ونرش ملح اذا بدنا، لا انه خلص طبخه خلصت بنرش ملح وبناكل، وهذا الشيء كثير غلط، هيدي باد هابتس بنسميها، قبل ما نحط نحن الصحن قدامنا بدل ما ندوق بنحط ملح لحتى لحتى نحس بالطعم، وهذا الشيء كثير غلط للاسف، ولكن فينا نستبدل الملح الابيض بملح الهيمالايا، على العالم بتقول لي يمكن سعره شوي اغلى، ولكن حاليا يعني في كثير سوبر ماركتس ما حسمي، في كثير سوبر ماركتس فينا ننزل عليها، ملح الهيمالايا صار الكوست تبعه واطي حاليا بالسوبر ماركتس، وانا جبت من فتره كيس ملح هيمالايا 3.50 سنتس، سو كيس كبير بضاينك ثلاث اشهر هيدا، احسن من علبه حقها دولار وصحتك 100%. علي قد ايه نحن فينا هيك اذا بدك نلعب على حالنا نتمحتل على حالنا اذا صح التعبير، مثلا بدل ما نحط ملح نغير الطعم بالبهارات، نغير الطعم بالثوم، يعني الاكل يلي محطط له مثلا ثوم او بهارات او بتحس إلا جو إلا طعم. صحيح. ساعتها فينا نحن نلعب على حالنا وبدل ما نحط الكمية الكبيرة من الملح نحط مطيبات ورشة ملح مثلا. فينا البهارات سبع بهارات مثلا، بهارات الشاورما إذا عم نعمل شاورما مثلا، بهارات الفاهيتا هو كلهم فينا نستبدلهم محل ملح نعطي فليفر أكثر للأكل، مع رشة ملح صغيرة كمان ما بيفرق هذا الموضوع. ولكن البهارات بدنا ننتبه شغله، الاشخاص اللي عندهم حساسيه بدهم ينتبهوا من الموضوع، يعني بدهم ينتبهوا اي نوع بهارات عم بيستعملوا، بنفس الوقت فيهم ما يقطعوا الملح كليا، بس انا دائما بفضل الشخص قبل ما يفكر يحط ملح
ينتبه للاكل يشوفها اذا هل هي ناقصها ملح ولا لا، ما نضل بهيدي العاده. يعني جد هي كلنا عنا اياها 100%. بنرجع من دور بنرجع ناكل. علي صالح اختصاصي تغذيه، شكرا كثير لوجودك معنا. ثانك يو سو ماتش لكم، يعطيك الف عافيه لانه الطريق تعبتك اليوم حرام. سفر برلك لو وصلت. اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين بنروح نحن بريك صغير ونعود لنتابع معكم مباشره على الهواء.